بجيب بقى وسطانه قدامي كده، ادي الكنترولر بتاعي. وبقى فيه طبعا مش هخش في تفاصيل ليه الكنترولر، بيبقى فيه كنترولر موجود معايا، ممكن عن طريق البروبارتيز بتاعت الكنترولر اللي انا فتحت يمين اقدر اعرف البروبارتيز بتاعت الكنترولر. مش هنخش في التفاصيل دي قوي، ومش هنخش برضو في اضافة بقية الوحدات الانبوت والاوت، هنركز على تنزيل البرنامج، نعمل البرنامج وننزله على سيموليتور اكنه كنترولر وهمي. فكده احنا كريتنا ليه الكنترولر ده؟ عشان يكريت لي الجزء البرانش اللي هو بتاع البي ال سي اللي انا هكريت عليه البرنامج. بعد كده ابدا اضيف الشاشه بتاعتي، اضيف الشاشه. قلنا الاضافات بعد كده بتضيف لي من الاد نيو ديفايس، اروح اد نيو ديفايسز واختار اتش ام اي، واختار سيماتيك كومفورت بانل، اختار اللي هي 7 بوصه، واختار التي بي كومفورت 700، واختار النوع ده اللي موجود عندي. قلنا برضو ده البارت نمبر بتاع الشاشه اللي انا بعمل بيه طلب شراء بيه لو في حاله ان انا عايز الشاشه دي، واقول له اوكي عشان برضو يفضل يضيف لي برانش جديد هنا ليه خاص بالشاشات. يبقى انا عندي جزئين، مش هخش في اي تفاصيل هنا دلوقتي خالص، هقول له فينش عشان يضيف لي جزئين، جزء خاص بالسوفت وير بتاع الكنترولر والبرنامج اللي انا هشتغل بيه لدرجة جرام، وجزء خاص بالشاشات اللي انا هبرمج بيها. يهمني هنا شوية ان انا اعمل عملية ترتيب بعد ما احنا عملنا كده. طبعا مهم قوي ان انا اشتغل بشغل بروفيشنال شوية في الشغل بتاعي، فيهمني ان انا ارتب الدنيا شوية بحيث ان انا هشتغل على برمجة على جزئين. الجزء الشمال هيبقى هو برمجة البي ال سي، والجزء اليمين هيبقى هو برمجة الشاشات. طيب نرتب الموضوع ده ازاي؟ احنا تحت كده شفنا، لو احنا شفنا في البورتال فيو دون، هلاقي في ادي الشاشات اللي انا ضفتها، بيحملني بيعمل لي بيجيب لي باي ديفولت اللي هي الشاشه الرئيسيه اللي هي روت سكرين اهي، وادي الجزء بتاع البي ال سي اللي انا ضفت الكنترولر بتاعه، وفي فوق هنا بقى ممكن يبقى في الاجزاء اللي انا بشتغل فيها بتجيلي هنا. طيب انا بالنسبه للروت سكرين كده باخدها كده معايا، وبحاول ان انا اجيبها على اليمين شويه، دوس طبعا على الوضع المينمايز بتاعها اقدر اجرها. طبعا هي كانت في وضع الفول سكرين، فابدا على الوضع ده اجيبها يمين كده معايا، وبعدين هنا برضو اقدر ان انا احجم شكلها شويه كده، ووسطا من الكيرسور هنا فوق وتحت الشكل ده، وابدا اجيب اشتغل مع السوفت وير بتاعي اللي احنا هنضيفه فوق هنا. هنشوف هنشتغل ازاي، بحيث اضم دي شويه كده على اليسار، وابدا اشوف السوفت وير هنا هضيفه ازاي. قبل ما ابدا اشتغل في البرنامج دون، طبعا المفروض في خطوه قبل كده استباقيه ان انا بعملها بعد كده، دي الاساس اللي انا بشتغل عليه قبل ما اعمل الشغل ده، وان انا ابني الداتابيز اللي انا هشتغل عليها، بحيث ان انا طبعا مش هشتغل بعد كده كصوره احترافيه على موتور واحد ولا على شكل واحد، هيبقى عندي مجموعه مواتير وكل موتور بيشتغل بطريقه معينه مطلوب مني، فلازم ان انا اشتغل بقاعده بيانات. فلازم اشوف انشئ قاعده البيانات بتاعتنا اللي احنا تتناسب مع هذا الوضع، وهنشتغل بقاعده البيانات دي قلنا اللي هو ملف الاكسل، وبفتح ملف اكسل بعمل لي مشروع جديد بسجله برضو هنا من قبل ما اعمل اي حاجه، اقوم مسجل المشروع دون، واحدد الباص بتاعي الشغل بتاعي كله في مكان معين، ما اقعدش اشتت نفسي، اشتغل في الفولدر اللي احنا عاملينه برضو. يبقى انا عندي قاعده البيانات هنا،
وبسميه برضو اللي هو الستارت ستوب داتابيز. وبسجله هنا. بعمل شيت طبعا عشان خاطر ابقى مرتب نفسي، والشيت ده بغير الاسم بتاعه سريعا كده، بخليه الانبوتس بتاعتي انبوتس بصوره جنرال، وهنا بسميها الاوتبوت. طبعا هنا عشان خاطر انا الانبوتس اللي هستخدمه، انا هستخدم ايه بالنسبه للانبوتس؟ هستخدم ستارت بوش بوتون من الشاشه، ستارت بوش بوتون من الشاشه، يبقى هنا ستارت ستوب كوماند، ستوب كوماند. وهستخدم ستارت كوماند اللي هو البوش بوتون يعني.